طيب سيب برضو النهارده الماتش، او مش النهارده الحقيقه، احنا لما بنيجي نتكلم على الماتشات بنتكلم على الخمس مباريات. لعبنا اربعه الحمد لله، كسبنا ثلاثه وخسرنا مباراه. اول مباراه فرق كبير للنادي الاهلي، ثاني مباراه فرق كبير لنادي الاتحاد، ثالث مباراه فرق عادي، النهارده برضو فرق غريب جدا، ايه اللي بيحصل؟ والله طبيعي لما يكون في سيريس، فمش مفيش فرقه، فرقه اتحاد فرقه محترمه جدا وفرقه طبعا كبيره جدا، لعيبه منتخب مصر وخبرات، فطبيعي ان السيريس ما تمشيش كلها لينا او كلها ليهم. اللي رجعنا تاني بعد جيمتو يمكن قعدنا مع بعض واتلمينا، وده كان حاجه مهمه جدا ان الروح بتاعتنا ترجع تاني. يعني فرقة البطولة هي اللي بتمسك في الم... في الم... في البطولة، يعني زي ما احنا قلنا قبل كده الفاينالات بتتكسب، يعني ما بتتلعبش، يعني طبيعي يمكن يكون في كان في دروب شوية، يمكن يكون في تعب ذهنيا وبدنيا، كنا تعبانين جدا كلنا. نقلة كمان من بين بطولة البال للدوري تاني، دي كانت صعبة على ناس كتير، يعني في ناس ما كانتش تلعب، في ناس كانت تعبانة، في ناس لعبت كتير، في محترفين معانا في البال ما بيلعبوش معانا في الدوري. فالشيفت ده طبعا كان صعب، بس احنا كنا يعني كان الفرقة كلها رجالة، وكانت روحنا ان احنا لازم نكسب بطولة عشان نوصل تاني للبال. فبس الحمد لله ان ربنا كرمنا بجيم 2، ده كان المهم، يعني جيم 3 كان اهم جيم جبتوا لينا يعني يعني لا جيم بالظبط اللي احنا كسبناه تاني جيم، جيم 3 ده كان مهم جدا لينا، وهو ده اللي ادانا الدافع لجيم النهارده. يعني